نبني بسواعدنا وطن سوا سوا نحن الوطن نبني بسواعدنا وطن نكبر سوا نقوى سوا نكبر سوا نقوى سوا نبني سوا أغلى وطن بصماتك دليل يشهد كل الوجود خلي بصماتك دليل يشهد كل الوجود وارسم الوطن الجميل وارسم الوطن الجميل وزرع الأرض رح تبقى يا وطني بخير حرية من رد الصدى رح تبقى يا وطني بخير ونغني عطول المدى ونغني عطول المدى سوا سوا وطننا السيد أردم كوزلبي نائب رئيس بلدية غازي عنتاب نائب السيدة فاطمة شاهين ممثلا عنها السيد مارك كاتس منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي لأزمة سوريا السيدات والسادة ممثلي الخارجيات والسفراء وممثلي الهيئات والمؤسسات الإنسانية السيدات والسادة الضيوف الأخوة والأخوات أعضاء شبكة وطن ومؤسسات الداخل السوري السادة الحضور الأعزاء صباح الخير وأهلا بكم يقال أن هناك علاقة غريبة بين ما نراه بأعيننا وبين الأفكار التي في عقولنا وأن الأفكار الجديدة بحاجة إلى أماكن جديدة وأن التغيير هو الفرصة للحياة
في عوالم واسعة. التغيير الذي قد نخشاه ولكننا نحتاج إليه. شابة صحفية أمريكية أصيبت بمرض نادر حار الأطباء في تشخيصه. عرضت حالتها على عدد كبير من الأطباء من جميع الاختصاصات حتى أطباء الأسنان وعبر أنحاء الولايات المتحدة، لكن كل ذلك كان محاولات يائسة لاكتشاف حقيقة ما يجري معها. ثم تدهورت حالتها الصحية بشكل متسارع. اعتقد الأطباء أنها تعاني من مشكلات عقلية، حتى أنهم اقترحوا إدخالها مشفى الأمراض العقلية. إلا أن رئيس الأطباء في المشفى اقترح على عائلتها اللجوء إلى الدكتور نجار، واصفا إياه بالطبيب المعجزة. سهيل نجار طبيب سوري، ولد في دمشق ودرس في مدارسها، ثم التحق بكلية الطب في جامعة دمشق. حصل على الدكتوراه في اختصاص الأمراض العصبية عام 1983. بعد التخرج عاش في دمشق لفترة قصيرة، ثم انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قرر أن يكمل أبحاثه ودراسته في نيويورك. تمكن الدكتور نجار من تشخيص الحالة المرضية لسوزانا الصحفية الشابة عام 2009، وأنقذها بعد أن كان يقضي المرض على حياتها. استطاعت استعادة صحتها بعد أشهر قليلة، وألفت كتاباً حصل على جائزة أفضل قصة ذاتية، وغدا من الكتب الأكثر مبيعاً، وذلك حسب ما وصفته نيويورك تايمز. حمل عنوان براين أون فاير، وصفت فيه معاناتها مع المرض، وكان من الممكن أن تنتهي حياتها لولا مساعدة الطبيب المعجزة الذي أعاد صحتها إليها، وأيضا الأمل، حب الحياة والشغف للعمل على حد تعبيرها. وهذا يبرهن أنه يمكن أن نبدع حين نكون في بيئة تؤمن بقدراتنا، وأن نهب الحياة للآخرين بفكرة صغيرة. يقول المؤلف البريطاني كين روبنسون: لا يمكنك إعطاء شخص ما حقنة من الإبداع، لكن يمكنك شراء طريق يشجع الناس على إخراج أفضل ما لديهم. لذلك كان شعار اليوم أبدع للإنسانية. للمرة السابعة تتشرف وطن أن تكون معها اليوم، وهي تعقد مؤتمرها السابع تحت شعار أبدع للإنسانية في غازي عنتاب التركية. الإنسانية هذه الكلمة التي تحمل وتعني الكثير، لكن في كل عمل إنساني أنت تبحث عن حلول حقيقية تعالج جذور المشكلات التي يعاني منها البشر، وتؤمن أن هذا واجبك، ولكن كيف؟ في كل مرة عليك أن تبحث أكثر فأكثر، فالفقر والجوع، الجهل، الحراك الاجتماعي، كلها تحديات أمامك، وأيا كانت حيلتك عليك بذل المزيد، لكن لا تتوقع نتائج مختلفة ما دمت تقوم بالأشياء بذات الطريقة. أفكار مبدعة قدمها العمل الإنساني، لكن مع تصاعد الحاجات الإنسانية خاصة في ظروف الحرب أصبح من الضروري الاستفادة من تجربة القطاع الخاص الذي استطاع تغيير حياة الكثيرين وخلق أسواق جديدة. وهذه فرصة للعاملين في القطاع غير الربحي لإحداث تأثير أوسع وأعمق من خلال أدوات ومنهجيات مماثلة. ومن إيمان فريق وطن أن الإبداع لا يقتصر على جانب معين من الاستجابة، خاصة مع وضع الأزمة السورية المعقد وتأثيره على العديد من البلدان بمجتمعاتها المضيفة، أصبح من الضروري والملح لدعم نجاح أدوات الاستجابة التقليدية أن نوجد حلول إبداعية ونحن نحدد الاستجابة الإنسانية. لا
لقد تغير شكل العالم كليا، لم يعد كما كان عليه. العلوم والتكنولوجيا غيرا صياغة التاريخ، ومضت البشرية إلى المستقبل بتسارع غير مسبوق. تغيرت حياة البشرية بالكامل، تطورت وتعقدت، ترفهت وأصبحت أكثر خطورة. هناك من دفع الإنسانية إلى الأمام، وهناك من دمرها. أين نحن الآن؟ أن نبقى في المنتصف يعني أن لا نرجح كفة تهدر ثقلا سيقلب الموازين ويعيق دفع البشرية للأمام. أن تسعى للتغيير لأجل الإنسانية يعني أن تستجيب بشجاعة، أن تطلق العنان لأفكارك، أن تبصر بعمق وتعمل بإبداع، أن تستثمر بالعقل لا بالأفكار المعلبة، بتكرار التجربة بطرق مختلفة بعد الخطأ. أن تكسر قيود التقليد لتتغلب على العوائق. عبر عن نفسك بالابتكار والتجديد. نحن قادرون أن نصنع الفرق معا. حان وقت التغيير. أبدع للإنسانية. إذا سمحتوا الترجمة، رقم 1 للغة التركية، رقم 2 للغة العربية، رقم 3 للغة الإنجليزية. والآن يجب أن نقول، إذا أردت أن ترسم ابتسامة على وجه طفل أو عائلة تعاني من ظروف الحرب، هذا يعني أنك نجحت في تقديم الاستجابة الصحيحة لحاجتها. ولأن حاجز الاستمرارية يبقى، لابد من التفكير خارج الصندوق لكي تكون أعمق. وابتسامة هذا الطفل اليوم ستكون عنوان لعنفوان شاب الغد عن فريق منظومة وطن وبشعار أبدع للإنسانية. سنكون مع كلمة لرئيس مجلس إدارة منظومة وطن السيد معاذ السباعي بعد برومو خاص لمنظومة وطن. نحن السوريون، السوريون الذين هجروا بعيدا عن بلادهم. أحلامنا دمرت، قتلت، بددت. لا سلام، لا سعادة، لا فرح، فقط أشلاء ودماء. لقد عانينا الكثير، والآن آن لنا أن نعيش.
السلام عليكم السيدات والسادة الضيوف، باسمي فريق وطن أرحب بكم. أيها الإخوة والأخوات، أيها السيدات والسادة، نحن اليوم وفي هذا المؤتمر ننظر بعين عميقة، ننظر بكل عمق إلى أهم مشكلة تواجه الاستجابة في سوريا اليوم، ألا وهي ديمومة وشمولية الاستجابة، ونطرح حلا وهو الإبداع والابتكار. نطرح أن الإبداع والابتكار هو الحل لمعالجة مشكلة ديمومة وشمولية الاستجابة. لكن قبل أن أبدأ أيها الأعزاء، دعوني أبدأ بالشكر الجزيل لرعاة هذا المؤتمر، منظمة النورواك النرويجية. لقد كان دعمهم لمؤتمراتنا المستمر دعم غير محدود، فشكرا جزيلا. الشكر لمنظمات الأمم المتحدة لدعمها غير المحدود أيضا لمؤتمرنا ولجهودنا بشكل عام. الشكر الجزيل للشريك التقني مؤسسة NBS Ventures. كما لابد أن أشكر، وفي هذه السنة السابعة من تواجدنا في هذا المؤتمر السابع والسنة السابعة من تواجدنا في غازي عنتاب، بلدية غازي عنتاب على رعايتها الفخرية وعلى دعمها المستمر لأعمالنا. الشكر الجزيل لجميع الحضور، الشكر الجزيل للحضور من الداخل السوري ولرعاتنا الفخريين آفاد وكزلاي. بلا من غير هذا الدعم لم يكن المؤتمر ممكنا، ولم تكن الأرقام التي رأيتموها من المستفيدين ممكنا، فتحية للرعاة والداعمين. أصدقائنا الأعزاء، منذ تأسيس المنظومة كان مؤتمر السنوي فرصة للقاء الفاعلين، فرصة للقاء المانحين، فرصة للقاء الشركاء، فرصة للتقييم. أين نحن؟ ما هي الأولويات؟ ما هي الخطوات التي لابد أن نتخذها للتقدم للأمام؟ في شهر 7/2011، وأرى بعض الوجوه التي شاركتنا من ذاك الوقت، في شهر 7/2011 كان المؤتمر يعنى بتنسيق الجهود وبالتدريب والتأهيل لهذا القطاع الناشئ المهم جدا، قطاع الإنساني السوري. في شهر 12 في سنة 2012، في المؤتمر الثاني، كان المؤتمر يعنى باستقلالية العمل الإنساني وتكامله مع كل دوائر العمل الوطني الأخرى. في شهر أو في سنة في سنة 2015 كان المؤتمر يعنى بكيف يتم التشاركية بين جميع العاملين في الساحة. اليوم ونحن نواجه المرحلة الأكثر حرجاً في تاريخ الاستجابة السورية، نضع ونطرح الإبداع والابتكار كحل لمعضلات أو لمشاكل هذه الفترة. أيها الأعزاء، دعوني أبدأ بقصتين. القصة الأولى من ألمانيا. في مطلع القرن العشرين كانت الولادات المبكرة، ما يسمى بالأطفال الخدج، تسبب موت أكثر من 36% من الأطفال.
طبيب ألماني اسمه مارك كوني. هذا الطبيب رزق بطفلة خديجة، ولادة مبكرة، وبسبب الحاجة ومن نبع أنه يفهم المشكلة أنتج صندوقا صغيرا، ابتكر صندوقا صغيرا ما سمي الآن الحاضنة. هذه الحاضنة ساعدت الطفلة على أن تتعدى، أن تتجاوز مشكلة هذه الولادة المبكرة وأن تعيش. الطبيب بعد أن حصل على هذا الابتكار قام بمناصرة هذه الفكرة، فذهب في رحلة حول العالم يناصر هذه الفكرة. كان هناك الكثير من المشككين بجدوى هذا الصندوق، بجدوى هذه الحاضنة، لكنه أصر. ولم تكن المسألة أكثر من مسألة وقت، عندما أصبحت الحاضنة موجودة في كل مكان في العالم، وأصبحت هذه الحاضنة تشكل أساساً للعناية بالأطفال الخدج. اليوم أكثر من 50% من الأطفال الذين يولدون مبكراً، الأطفال الخدج، يتجاوزون هذه المرحلة بلا أي تبعات أو مشاكل في حياتهم المستقبلية. القصة الثانية، فلنذهب من ألمانيا إلى بنغلاديش. محمد يونس كان في زيارة لقرية اسمها جوربا في بنغلاديش. هذه القرية كان فيها من أكثر العوائل والنساء فقراً في بنغلاديش، وبنغلاديش دولة فقيرة، فلكم أن تتخيلوا مدى الفقر في هذه القرية. التقى مجموعة من النساء. النساء كانوا يعملون في صناعة الأثاث، وكانوا يستخدمون الخيزران. لكنه فوجئ أن النساء كانوا فقيرات جداً رغم أنهم منتجات. السبب كان أن ما يصنعونه وريع ما يصنعونه يذهب للمقرضين الذين يقرضونهم ثمن المواد الأولية الخيزران. خرج بفكرة وبدأ بتطبيقها. قام بإقراض أكثر من 40 امرأة $27 لكل امرأة لمساعدتهم في أن يكونوا منتجات، في أن يتحولوا من كونهن باحثين عن عمل أو فقراء إلى أن يكون منتجين، وأن يكونوا من ينتج فرص عمل لآخرين. كانت النتيجة مذهلة. استطاع استرجاع جميع المال الذي أقرضه، وكان النجاح مبهراً، كان بمستوى 100%. محمد يونس أيضاً ذهب في حملة مناصرة كما نسميها اليوم، وبشر بهذه الفكرة، وأقنع الحكومة بأنه يريد أن يبدأ بنك للفقراء، بنك جرامين. لن أتوسع كثيراً بالفكرة، لكن دعونا ننظر الآن. بنك جرامين الآن يمول أكثر من 9 ملايين امرأة من محدودي الدخل. بنك جرامين مجموع تمويله $2.5 مليار. وبشكل مشابه للتجربة، تجربة الدكتور مارك، توسعت هذه الفكرة لتكون موجودة في أماكن كثيرة حول العالم. وبنك جرامين في أمريكا اليوم موجود في 13 مدينة، ومجموع تمويله $1 مليار لنساء محدودات الدخل. أيها الأعزاء، الفكرة تم ابتكارها أو إبداعها في بنغلاديش أو في ألمانيا أو في أي مكان في العالم، لكن الفائدة كانت للإنسانية جمعاء. أيها الأعزاء، اليوم نحن أمام فرص كبيرة للإبداع. هناك ممكنات للإبداع لم تكن موجودة. هناك تسارع في التكنولوجيا، تستطيع عبر هذه الممكنات أن نتجاوز الكثير من الخطوات التي لم تكن موجودة سابقا. الهاتف الذكي اليوم، الهاتف الذكي يسر للكثيرين أو سمكن الكثيرين من إنتاج نماذج عمل جديدة، من إنتاج حلول جديدة. فلننظر للطباعة متعددة الطباعة متعددة الأطراف 3D printing أيضا تعطي فرصة وممكنات كبيرة. نحن أمام الجيل الخامس 5G. الجيل الخامس سيقوم بوصل مليارات الأشياء، وتتنافس الاقتصادات العالمية، ويتنافس المبتكرون أن يبحثوا عن فرص لأن
يستفيدوا من هذا التسارع في التكنولوجيا. أيها الأعزاء، ما نجده مشتركا في كل قصص الإبداع هو شغف كبير، فهم للمشكلة، تواضع، قدرة على استيعاب أن هناك أنماط جديدة، هناك أفكار جديدة، وتعطش أيضا، تعطش للعمل بشكل مختلف لإيجاد حلول جديدة. ما هي المشكلة بالنسبة لنا؟ ما هو تعريف المشكلة؟ مؤسسة UNHCR أحصت أن هناك 70 مليون نسمة هم لاجئون. 70 مليون نسمة، أقل قليلا من عدد سكان تركيا، أكثر قليلا من عدد سكان فرنسا أو بريطانيا. بالنسبة لنا كسوريين يوجد 5 ملايين لاجئ في دول الجوار، يوجد 7 ملايين نازح داخل سوريا. عملية الاستجابة اليوم، رغم أنه تم إنفاق 22 مليار دولار على الاستجابة، تبقى محدودة وغير قادرة على أن تغطي المشاكل الشاسعة المتعددة الأبعاد. يوجد مشاكل كثيرة وكلنا نعرفها، مشاكل تتعلق بالتعليم، مشاكل تتعلق بالهوية، مشاكل تتعلق بفرص العمل، الوثائق، مشاكل تتعلق بالتكيف والاندماج، مشاكل تتعلق بالانتماء، مشاكل اجتماعية. هناك عدد لا محدود من المشاكل، والمحاولة المعالجة بالطريقة النمطية ضمن محدودية الموارد لن تكون مستدامة ولن تكون شاملة ولا يمكن أن تحدث الفرق المطلوب. فلنسرح بخيالنا قليلا، والمبتكرون يحتاجون أن يسرحوا بالخيال. فلنسرح بخيالنا قليلا، ماذا لو استطعنا أن نبتكر في كل مشكلة من المشاكل، أن نبتكر حلا جذريا؟ ماذا لو كان هذا الحل سيعالج المشكلة التي تتعلق بالسوريين، وسنأخذه أيضا للإنسانية؟ لسنا هنا نقول، ودعني أستدرك، دعوني أستدرك، لسنا نقول أن الإبداع معدوم. الإبداع موجود، والنضج كبير في حالة سورية. الإبداع في مجال الإدارة عن بعد، الإبداع في مجال التجارب الإبداعية المتعلقة بسلسلة القيمة، الإبداع المتعلق بالمراقبة، هناك إبداعات لكن تبقى قاصرة. لو عقدنا مقارنة بين سرعة الإبداع في قطاعنا الإنساني وسرعة الإبداع الموجودة في القطاع الخاص، لوجدنا أن هناك اختلاف كبير في السرعة. القطاع الخاص اليوم يستخدم الإبداع ويستخدم الابتكار بتسارع كبير جدا وفاعل جدا. ما هو المختلف؟ هناك قضايا محورية في طريقة إدارة القطاع الخاص وتشجيع الإبداع. على سبيل المثال، ليس الحصر، لو نظرنا في القطاعات المختلفة في القطاع الخاص، لوجدنا أن بعض القطاعات في القطاع الخاص تسخر أكثر من 20% من إيراداتها للبحث والتطوير، ولوجدنا أن البحث والتطوير هما عنصر أساسي في عمل القطاع الخاص. الأمر الآخر المهم، وهذه رسالة لنا جميعا، رسالة لما يقولون بالحوكمة في القطاع الخاص، لمن يدعم القطاع الإنساني، لمن يدعم القطاع الإنساني، في القطاع الخاص تقاس مدى قوة المؤسسة بقدرتها على الإبداع. من يراقب سوق الأسهم يجد أن هناك مؤسسات قد يتهاوى سهمها وتتهاوى قيمتها السوقية.
قد تتغير إدارتها بالكامل إذا تم وضع اليد على مشكلة أنه لا يوجد إبداع في المؤسسة. هناك ضغط مستمر من كل الشركاء الموجودين في القطاع الخاص على ضرورة أن نبدع ونبدع بشكل مستمر. الأدوات والآليات، هناك الكثير من الأدوات والآليات التي تتم تطويرها في القطاع الخاص من أجل تضمين عملية الإبداع ضمن العمليات اليومية، بحيث أن يكون الإبداع هو نمط يومي للعمل. ما نريد أن نضعه هنا، ماذا لو استفدنا واقتبسنا هذه الآليات من القطاع الخاص وسخرناها في القطاع الإنساني؟ أكثر من ذلك، ماذا لو استطعنا أن نعقد شراكات وشراكات جيدة مع القطاع الخاص للاستفادة من هذه المقدرات الموجودة؟ أعزائي، الأدوات، هناك أدوات كثيرة للإبداع. من تجربتنا أحد الأدوات هي التصميم الإبداعي، Design Thinking، التفكير التصميمي. وتتميز هذه الأداة بالمراقبة أو التفكير خارج الصندوق، وفيه هذه الأداة أيضا نسير على فهم رحلة المستفيد، نشرك المستفيد. في المجال الزراعي قمنا بورشات عمل Design Thinking، تصميم تفكير تفكير إبداعي، وأشركنا المستفيدين، أشركنا المزارعين، وراقبنا منظومة القيمة، لأننا وجدنا أن هناك مشكلة تتعلق بالمنتج الزراعي اليوم في سوريا. وبعد نظرتنا في هذه الرحلة، رحلة المزارع، ومراقبتنا لمختلف الإشكاليات، استطعنا أن نضع بعض الحلول وأن نضع يدنا على بعض الإشكاليات الحقيقية. خلق النظام البيئي للإبداع، الإيكو سيستم. النظام البيئي للإبداع في حالاتنا الإنسانية لابد أن يتجاوز المؤسسات الإنسانية، لابد من إشراك الجامعات، البلديات، القطاع الخاص. لابد أن يكون هناك نظام بيئي فاعل ينتج هذه الحلول المبدعة. لابد أن نستطيع أن نكسر بعض الحواجز التي تشكل في بعض الأحيان عوائق، وتشكل في بعض الأحيان أسقف لإمكانية الإبداع. التجربة والخطأ، في بعض الحالات الخطأ في العمل الإنساني محرم. توماس أديسون قام بألف محاولة قبل اكتشاف المصباح، لكنه لم يعتبرها ألف خطأ، اعتبرها ألف محاولة للوصول للحل. لابد، أحد أدوات الإبداع هو تقبل الخطأ، تقبل الخطأ والقدرة على التعلم والمحاولة المتكررة من أجل إبداع الحل. حاضنات الإبداع، كم من الأفكار المميزة ماتت أو قتلت لأنها لم تجد من يحتضنها. لابد من تعميم حاضنات الإبداع في المجال الإنساني. الربط الشامل مع أهداف SDG، الأهداف التنموية SDG. وقد يسأل سائل، وما علاقة SDG بالإبداع والابتكار؟ وأقول أن الأهداف SDG التي وقعت عليها عدد غير مسبوق من الدول، وتعاطت معها بإيجابية عدد غير مسبوق من المؤسسات في القطاع الخاص، تعطينا نحن في القطاع الإنساني فرصة أن نعقد شراكات هامة جداً مع هذه القطاعات المختلفة لنبدع للإنسانية. الأخلاق وتعزيز أخلاق المهنة، اليوم
وعلى هامش هذا المؤتمر يوجد مؤتمر بسيا، مؤتمر هام جدا، تدريبي هام جدا، يعنى بأخلاق المهنة التي تتعلق بالمستفيدين وتتعلق فيما بيننا كمؤسسات عاملة. لابد من وجود جو مريح يتعلق يستطيع المستفيد فيه أن يتعامل مع المؤسسة ويتعاطى مع المؤسسة ويتشارك مع المؤسسة، كما لابد من وجود جو مريح لجميع العاملين بمختلف أشكالهم داخل مؤسساتنا. طبعا الكوادر والتدريب أمر مهم آخر. ما هي العوائق؟ هل يوجد عوائق؟ نعم يوجد عوائق. نحن نتحدث عن تغيير كبير ولا نتحدث عن أمر صغير. العوائق كثيرة، منها عوائق نفسية، اعتبار الإبداع حالة ترفية، اعتبار الابتكار حالة ترفية، منها عدم إدراجه ضمن الاستراتيجيات، منها تأخر تطوير البيئة والمناخ المناسب للإبداع، التأخر في تطوير منصات عمل للتشارك بين القطاعات المختلفة من أجل تعزيز الإبداع، منها مشكلة التمويل. وقد يقول قائل أن مشكلة التمويل هي عندنا في عدم القدرة على التفاعل مع كل القضايا التي ذكرتها سابقا. الافتقار للأدوات والمراكز المختصة للإبداع ومخابر الإبداع. ما هي رؤيتنا إذن؟ رؤيتنا أن نقوم بوضع حلول مجتمعية حقيقية عبر حلول مبتكرة وناجعة. الاستراتيجية أن يكون الإبداع جزء أساسي في ثقافة وأسلوب العاملين والعمل في المؤسسات الإنسانية وفي كل مرحلة من مراحل البرامج الإنسانية، في كل مرحلة من مرحلة التفكير، مرحلة الإنجاز، مرحلة المراقبة، التسخير الأمثل لكل الأدوات ليكون الابتكار والإبداع جزء أساسي من حياة مشاريعنا الإنسانية. في هذا المؤتمر سيكون هناك ورشات عمل متعددة ستبحث في القطاعات المختلفة عن أماكن المشكلة وطرق الإبداع وطرق المتابعة. سنبحث أيضا في منصة المانحين عن الشراكات التي يمكن عقدها من أجل تشجيع هذا التحول. يوجد عندنا خارطة طريق مقترحة، ولكن هذا المؤتمر سيقوم بإنضاج استراتيجية وخارطة الطريق. نرى أن المرحلة الأولى تقوم باعتماد آليات وأدوات الابتكار والإبداع. المرحلة الثانية تعتمد على التغيير الجوهري وتأسيس الشراكات اللازمة. المرحلة الثالثة تعتمد على الاستمرارية والتطوير المستمر للأدوات. لماذا غازي عنتاب؟ لماذا الإبداع والابتكار للعمل الإنساني السوري واليوم بشكل خاص عقد هذا المؤتمر في غازي عنتاب؟ نرى أن غازي عنتاب توفر البيئة المناسبة. هناك الكثير من الطاقات الموجودة في غازي عنتاب. غازي عنتاب مدينة صناعية ومدينة فيها اقتصاد واعد وفيها نمو متسارع. هذه الشراكات ستكون منتجة وجيدة في غازي عنتاب. نرى أيضا في بلدية غازي عنتاب وفي غرف التجارية في غازي عنتاب وفي المؤسسات الرسمية في غازي عنتاب محاور وأماكن جيدة لبدء هذه الشراكات. إذن عندنا قطاع خاص، عندنا شباب، عندنا شركاء محتملين، فبإمكاننا أن نحول غازي عنتاب إلى مدينة للإبداع في العمل الإنساني. هل نستطيع أن نسوق لغازي عنتاب لأن تكون سيليكون فالي العمل الإنساني؟ لا يوجد مستحيل إذا استطعنا أن نضع الأرضية المناسبة وإذا استطعنا أن نقنع وننجز وأن نؤمن
بقدرتنا على هذا التغيير. دعونا نبدأ بخطوات عملية وحقيقية من أجل هذا التحول ولو كانت خطوات صغيرة. دعونا نبدأ أول مختبر إبداع للإنسانية في غازي عنتاب. دعونا نضع جائزة للإبداع، لابد من مكافأة الإبداع، لابد من أن نضع جزء في مكاتبنا مهما كان صغيرا مساحة للإبداع، بالإنجليزية innovation space، مساحة للابتكار. لابد من تعزيز شراكات، وتبدأ من هذا المؤتمر شراكات من أجل تعزيز الإبداع. أيها الأعزاء، الإبداع مسار معتبر وجذري، يتطلب منا التعامل مع العوائق، يتطلب منا تسخير الدعم، يتطلب منا تطوير الكوادر، تعميق الشراكات اللازمة. هذه مسارات صعبة لكنه مسار مفصلي وهام. فلنطلق العنان اليوم لنبدع حلولا للإنسانية، حلول جذرية للإنسانية لسوريا ومن أجل الإنسانية ومن أجل سوريا. معكم جميعا سنبدع للإنسانية. وقت كان كنت صغيرة ظهر علي هذا المرض ووجهي صفر، وأمي عرفت إنه أنا هيك مرضت عن طريق انحلال الدم معي، واكتشفت هذا المرض إنه هو مرض تلاسيميا. كنا نروح على سرائب ونتعذب كتير، والمسافة طويلة وبدها مبلغ كبير، ونعاني كتير. ويعني هون وقت فتح هذا المركز صرنا نجي لهون، أسهلنا الطريق، وهون كل شيء موجود وكل شيء متوفر، وحتى يعني كل شيء مجاني هون. قدم لي الدم والتحاليل والدواء، وأهم شيء الدم مركز وصافي. يعني هيك بتمنى انه كل الاطفال يطيبوا من هذا المرض ويشفوا، وبتمنى رب العالمين يشفيهم وما يضل له هذا المرض اثر عن هذا العالم. بتمنى اصير دكتوره مشان اعالج الاطفال واقضي على هذا المرض ويشفوا كل هؤلاء الاطفال. لهيك بتمنى انه اصير دكتوره. البصمة الحقيقية في الحياة أن تكون قادرا على تقديم الدعم للآخرين بدافع إنساني بحت، يبقى أثرك في حياتهم حتى وإن لم يعرفوك. في هذا العالم جنود مجهولون مبدعون يقدمون الكثير، إيمانا منهم بضرورة المساهمة بتأمين أهم الاحتياجات الإنسانية. عن أثر الإبداع يكون معنا اليوم السيد بلال الجابري مدير الشركات الإقليمية في نورواك، فليتفضل مشكورا.
distinguished guests, Watan staff and volunteers, colleagues from Watan and NGOs, President of Watan, Mr. Maaz Sibai, greetings to all of you from NORWAC, the Norwegian Aid Committee. Thank you for inviting us. It's our pleasure to be here in Gaziantep and join your 7th annual conference. It's an honor for me, on behalf of NORWAC, to salute you during the opening ceremony of the 7th Watan Conference with the heading Innovate for Humanity. Please allow me to continue my word in Arabic. السيدات والسادة ضيوف المؤتمر السيد معاذ السباعي رئيس منظومة وطن الإخوة والأخوات أعضاء منظمة وطن السادة ممثلي بلدية غازي عنتاب والحضور الكرام أحر تحياتي لكم من هيئة الإغاثة النرويجية نورواك إنه لشرف كبير لي أن أحييكم بالنيابة عن نورواك في افتتاح مؤتمر وطن السنوي السابع نحن فخورون بكوننا أحد الراعين الأساسيين للمؤتمر وأحد أوائل وأكبر شركاء وطن منذ تأسيسها بدأ تعاوننا مع وطن باكراً مع تطور الأحداث في سوريا أي منذ 8 سنوات خلت كانت وطن خلالها وما زالت أحد أهم شركائنا لتنفيذ مشاريع صحية داخل سوريا خلال هذه السنوات تطورت منظومة وطن وأثبتت وجودها اليوم كإحدى أهم المنظمات غير الحكومية في المجتمع المدني السوري واستطاعت وطن خلال هذه السنوات بناء شراكات مع عدد من الشركاء والداعمين الدوليين والإقليميين وهذا من دواعي سعادتنا وفخرنا وأود هنا أن أوجه الشكر لحكومة الجمهورية التركية الكريمة لاستضافتها وتسهيلها عمل منظومة وطن وعددا آخر غير قليل من المنظمات السورية غير الحكومية ناهيك عن استضافة أعداد كبيرة من المواطنين السوريين الهاربين من الأوضاع الصعبة في بلدهم الأم خلال العام المنصرم قامت نورواك بدعم منظومة وطن بعدد من المشاريع الطبية داخل سوريا وقد وقعنا مؤخرا اتفاقية مواصلة هذا الدعم في العام القادم أيضا إن دعمنا هذا لوطن وللشعب السوري هو نتاج منح كريمة من حكومة النرويج عبر وزارة خارجيتها وذلك إدراكا للحاجات الماسة التي يمر بها الشعب السوري أيتها السيدات أيها السادة إنه في الوقت الذي تتعثر فيه الحلول السياسية للمأزق السوري وتستمر فيه معاناة المدنيين السوريين بكل أسف للعام التاسع على التوالي فإن منظمات المجتمع المدني السوري وفي مقدمتها منظومة وطن قد اطلعت بدور فريد في تخفيف هذه المعاناة وأثبتت قدرة المجتمع المدني السوري على إدارة نفسه بكفاءة وديناميكية عاليتين وفق المعايير الدولية لقد كان وما زال تعقيد الوضع السوري يفرض تحديات وعوائق سريعة التغير تتطلب معها إبداعاً حقيقياً في العمل الإنساني والذي يتمثل اليوم في شعار مؤتمر وطن السابع أبدع من أجل الإنسانية إن أول ما تبادر لذهني عند قراءة هذا الشعار هو سلسلة مشاريع خير في الشمال السوري وقد رأينا للتو مقطعا منها وهو المشروع القائم بين نورواك ووطن والذي بدأ من فكرة مبدعة في حينها كاستجابة عاجلة إبان إخلاء مدينة حلب أواخر عام 2016 تضمنت تأسيس مراكز رعاية صحية في غرف قابلة للتنقل أو ما يعرف بالكرفانات ما لبثت أن تطورت وتوسعت لتصبح مراكز صحية متكاملة بما فيها خدمات المخابر وبنك الدم والتصوير الشعاعي وعلاج الثلاسيميا محققة عدة أهداف في آن أهمها تحقيق استجابة سريعة للغاية لحركة نزوح كبيرة ومع توفير المرونة في إمكانية نقلها في حالات الإخلاء العاجل أو حسب تغير خارطة الاحتياجات ضامنة بذلك استمرار تقديم الخدمات الطبية ناهيك عن تجنب الدخول في إشكالات قانونية مستقبلية نتيجة استخدام أبنية مملوكة لجهات مختلفة
كان هذا أحد الأمثلة عن الإبداع للإنسانية في النموذج السوري. اليوم ومع استمرار الأعمال العسكرية في مناطق ما كان يعرف بخفض التصعيد، فإن النشاطات الإغاثية داخل سوريا تواجه تحديات جمة، ويتحمل المدنيون بكل أسف العبء الأكبر والمعاناة الأعظم. إنها مسؤوليتنا المشتركة جميعاً للقيام بكل ما يمكن القيام به لتخفيف تلك المعاناة، وإنها لمسؤولية عظيمة تلك الملقاة على عاتقنا. لذلك فإنه يتوجب اختيار وتنفيذ النشاطات الإغاثية بما يضمن وصول العون لأكبر عدد ممكن من المدنيين المتطلبين، وهذا يتطلب أن يكون عملنا في اختيار وتنفيذ المشاريع عملاً دقيقاً وشفافاً ومبدعاً وموزعاً توزيعاً عادلاً مع إيلاء أهمية خاصة للنساء والأطفال. أخيراً أتوجه بالشكر الجزيل لكامل فريق وطن بإداريه وطواقمه، لا سيما الجنود المجهولون العاملون في الداخل السوري معرضين حياتهم للخطر. نتمنى أن يكلل مؤتمركم هذا بالنجاح، وأن يجني المشاركون منه فائدة تعود بالنفع عليهم وعلى الشعب السوري في الداخل. نشكركم مجدداً ونبارك جهودكم، ونتطلع قدماً لمواصلة شراكتنا المثمرة والناجحة. بدأ هذا المشروع بتشكيل لجنة مجتمعية في مدينة عزاز لاختيار قطاعات الدعم واختيار المستفيدين من هذا المشروع. تم اختيار 4 قطاعات لتلقي الدعم، ما تلقي الدعم سابقا. ماشي في الشارع لقيت صور ملزقين على الحيط انه منظمة وطن تدعم اليد العاملة، يعني انه اذا بدك عدة اذا بدك شيء. فرحت على مكتب منظمة وطن، قالوا لي ايش بدك، يعني قدم طلب ونحن بنجيب لك عدة كلياتها. عنا سيرفيس مصدر رزقنا، هو كان يشتغل عنا عليه المرحوم جوزي الله يرحمه، صار يشتغل عليه ابني بعده وتعب والله، وما عندنا امكانيات انه نصلحه. سمعنا منظمة وطن عم تساعد بمنحة انه تصليح السرابيس السيارات، وقدمنا على الشيء والحمد لله رب العالمين ساعدونا. احتفل باليوم العالمي للإبداع والابتكار لأول مرة في 21 من نيسان إبريل عام 2002، وفي عام 2006 غدت هذه المناسبة أسبوعاً عالمياً يحتفل به من 12 إلى 21 من نيسان إبريل لإتاحة الوقت أمام الناس لاستكشاف تنوع الآراء معاً، وعليه أصبح كل من الابتكار والإبداع على المستويين الشخصي والجمعي هما الثروة الحقيقية للأمم في القرن 21. كلمة أيضا للسيد مارك كاتس مساعد المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية في سوريا من الأمم المتحدة، أرجو أن يتفضل مشكورا.
Ladies and gentlemen, excellencies, distinguished guests, colleagues, friends, it's a real pleasure to be here with you today. And I really want to thank Watan for challenging us all to think about innovation. I want to thank the Watan chairman, Muaz Al-Sibai, for those incredibly inspiring words this morning. You talked about Gaziantep becoming a new Silicon Valley of humanitarian innovation. Why not? Gaziantep is already an amazing city that is already doing amazing things. It's one of the fastest growing cities in the world. And it also has set a real example to the whole world about how to deal with refugees and migration issues, integrating Syrians into this city in a really inspiring way, the way few other cities in the world have done it. I really have to congratulate the municipality, the people of Gaziantep for welcoming Syrians the way they have done, and for not treating them as a problem, but as an opportunity. Gaziantep is already a real center of innovation. And Turkey is also a real inspiration when it comes to innovation in the humanitarian field. Turkey was the one that offered to host the World Humanitarian Summit a few years ago, and one of the main themes in that summit was innovation. And Turkey is already innovating in so many ways. Turkey hosts more refugees than any other country in the world. Turkey hosts more Syrians than any other country since the war began. And the model has been one of integrating those Syrians. Only 3% of those Syrians are in camps. The rest are in cities around this country. It has been a real model and an example to the world. And Turkey has also been supporting the humanitarian operation inside northwest Syria, the cross-border humanitarian operation. We are very grateful to Turkey for that support. Turkey also runs the biggest humanitarian cash distribution program in the world with the Turkish Red Crescent. And I want to congratulate them for that. Because cash is one of the biggest revolutions that is taking place in the field of humanitarian work globally. For the last 50 years, the main model of humanitarian work globally has been flying in aid, shipping in aid, bringing in food and other supplies, when actually often you can help more people, give people more choice and allow them to live with more dignity by giving them cash so that they can choose what to buy with that money rather than being given sacks of wheat flour that say on them not to be resold in any way. That's real innovation. So Turkey is another center of innovation. Gaziantep is a center of innovation. And this is exactly the right place for us to be talking about innovation today. So once again, thank you very much to Watan for organizing this conference, for bringing all of you together today,
and for inspiring us to think about this subject. But my job is not about assisting Syrians in Turkey. My job is supporting humanitarians to help people suffering from the war inside Syria. And I want to ask how well we're doing, or maybe not doing, when it comes to innovation in how we respond inside Syria. I want to start by talking about some of the successes, because there has been some great innovation over the last few years. First of all, we have the UN Security Council resolution for the cross-border operation into Syria. This is the first time we've ever had a UN Security Council resolution that organized that. بعمليات عابرة للحدود فيما يتصل في العمليات الإنسانية والمساعدات الإنسانية، ولقد كانت عمليات ناجحة جدا في مناح عدة على مر السنوات الفائتة، فمليارات الدولارات من المساعدات قد تدفقت إلى داخل سوريا لمساعدة أولئك الأشخاص المتضررين في المناطق التي لا يمكن الوصول إليها من دمشق أو من مناطق سيطرة حكومة النظام، والكثير الكثير من الأشخاص اليوم يدينوا بحياتهم لعمليات المساعدات الهائلة لمساعدة أولئك الملايين من النازحين. ثمة 6 ملايين نازح داخليا في الداخل السوري كما تعرفون، لكن العمل في الداخل السوري اليوم والعمل في أي قطاع حرب يتطلب الأفضل والنخبة والصفوة من المنظمات فيما يتصل في العمل والقطاع الإنساني. ولعل التحديات الأكبر اليوم فيما يتصل في الشأن الإنساني والعمليات الإنسانية هو العمل في منطقة إدلب، هذه المنطقة التي على الأرض تسيطر عليها منظمة مصنفة على أنها إرهابية من الأمم المتحدة، وهذه المنطقة التي تقصف بلا هوادة من السماء ليل نهار. فنتحدث عن قوات النظام السوري وحلفائهم، ونحن نعيش في عالم حيث ثمة هنالك إجراءات قوية جدا وصارمة وتشريعات صارمة لمحاربة الإرهاب في بلدان عدة، وكيف يسعنا أن نقدم المساعدات في وضع كهذا؟ كيف يسعنا أن نضمن أن المساعدات لا تذهب إلى الأيادي الخاطئة، وأن المساعدات لا تستخدم لتمويل تلك الحرب ولا يذهب إلى أيدي المقاتلين والذين هم مصنفون على أنهم مجموعة إرهابية؟ إذن نحن بحاجة إلى إبداع هنا كي نضمن أنهم يسعنا أن نقوم بعملنا ونقدم المساعدة في طريقة شفافية ومسؤولة، ونفس الطريقة التي تتجنب أي انحراف. وسأعطي أحد الأمثلة عن الآليات التي أنا وجدتها هنا في غزة عنتاب، وهي أنه حول العالم نحن نقدم 2 أطنان من المساعدات في كل عام، والشركات كفيدكس ودي اتش ال رأيتم الإعانات، هم يحبوا القول أنهم يستطيعون الوصول إلى كل بقعة من المعمورة خلال 24 ساعة إلى أبعد أقاصي الأرض، وهذا
مذهل ما تمكنوا من القيام به، ولكن نحن كعاملين في القطاع الإنساني عملنا يبدأ حيث هم ينتهوا. نحن نذهب إلى أماكن هم لا يصلوا إليها. وكيف نقوم بذلك؟ لا نستطيع القيام بذلك في طرق للهواة. علينا أن نكون أفضل منهم، حتى لأنهم لا يقوم بالوصول لأماكن تسيطر عليها مجموعات مصنفة على أنها إرهابيين قبل الأمم المتحدة، ولا يعملون في مناطق حيث لا يجدون لك كهرباء ولا تغطية للإنترنت، وكل شيء قد تعطل. ونحن نعمل على ذلك، ونحن نحقق ما نقوم به. ما رأيت في غزة انتهى لأول مرة في مخازن IOM هو أن هناك نظاما متعدد المسارات، حيث نستطيع الآن أن نتعقب منتجاتنا كما تستطيع أمازون أو DHL أو حتى فيدكس بكل طريق، بكل خطوة على الطريق من المستودع، طالما هي على الطريق إلى المستخدم أو المستفيد النهائي. إذن كل سلعة، كل صندوق من أمسارات الإنسانية لديه باركود، وبيسعى هذا أن يتم تعقبه حتى أونلاين، حتى عندما لا يكون هناك أونلاين عن طريق الموبايل، والتعقب هذه المنتجات مع نظام الQR أو الباركودينج سيستم. وهذا مثال حي عن كيف بوسعنا أن نستخدم نفس التقنية التي تستخدمها أمازون وتستخدمها تلك الشركات، حتى نستطيع أن نتعقب بضائعنا ونتأكد بأنها لا تقع في الأيادي الخاطئة. هذا أحد الأمثلة، وثمة أمثلة أخرى عدة. كما ذكرت سابقا برامج توزيع المبالغ النقدية الموجود في هذا البلد، ونحن نقوم بهذا في سوريا أيضا. وفيما يتعلق في تقييم الحاجة، هذا هو لب عملنا، كيف نقيم الحاجة. لا يسعنا أن يكون لدينا ردا إنسانيا واستجابة إنسانية فعلية ما لم نفهم ما هي الاحتياجات المطلوبة. وفي سوريا على مر السنوات الفائتة كان لدينا أكثر نظم تقييم الحاجات المعقدة الذي لم يستخدم بأي عملية إنسانية سابقة. فالسنة الفائتة كان لدينا أن ندمج مساعدات 3.5 مليار دولار وخطة الاستجابة لكل البلد. زملائنا في الشأن الإنساني قاموا بمقابلات ل 92 ألف شخص في 6000 مجتمع على مر الجغرافيا السورية، وكان هذا جهدا خلاقا وجبارا. والكثير من النظرات المختلفة الذين عملوا سويا لجمع المعلومات كي يكون لدينا خطة استجابة إنسانية موثوقة ومسؤولة، وأيضا تستجيب لاحتياجات الناس الفعلية. إذن أنا أقول أننا نقوم بالكثير، ثمة إبداع يجري ونرى فيه الكثير من الممارسات الجيدة في السنوات الفائتة. كما أنني أود القول أيضا أنه في قطاعات أخرى نحن نفشل، نحن نفشل بشكل جمعي، والعالم أيضا يفشل بإيقاف الحرب في سوريا، هذه الحرب التي اندلعت بلا هوادة منذ أكثر من 8 سنوات. وهذا هذه وصمة عار على ضمير العالم أجمع، أننا فشلنا في هكذا طريقة مروعة. الكثير مئات الآلاف من الأشخاص قد قتلوا وسجنوا وعذبوا، والكثير من الملايين من الأشخاص كان عليهم أن يهربوا من البلد ويهربوا من مواطنهم وبيوتهم. وأنه لعار أيضا أن مئات الآلاف من الأشخاص الذين عاشوا في الخيم في الطين
وفي ظروف قاسية لسنوات عدة. كما أنه فشل ذريع أن 2.1 مليون من الأطفال في سوريا هم خارج المدارس. هؤلاء الأشخاص، هؤلاء الأطفال هم مستقبل سوريا، ونحن نتحدث عن جيل كامل لم يذهب قط إلى المدرسة ولم يتعلم شيئا سوى الحرب. أين الإبداع هنالك؟ وهذا ما أود أن أتحداكم به جميعا، لأننا بحاجة لأن نقوم بالكثير الكثير أفضل مما نقوم به. تمت الكثير من المبادرات والحملات العالمية لأن التعليم لأبو سعي أن ينتظر، وتمت الكثير من الحملات للتأكيد بأن الأشخاص لا يتركوا وراء ظهورنا في فترات الحرب أو في قطاعات النزاعات أو عدم الاستقرار، لكننا لا نقوم بما يكفي. لا تجب أن تكون الحالة في عام 2019 أنه لدينا وضع حيث أن هناك عدة عمليات مساعدات بمليارات الدولارات، ومع ذلك 2.1 مليون من الأطفال خارج المدارس. هذا لا يجب أبدا أن يكون عليه الحال. ولماذا هناك المدارس؟ لأنه بطبيعة الحال لا يوجد مال كاف، ولا نقوم بجمع مال كاف. علينا أن نقوم بجمع مال أكثر بكثير. السنة الماضية كان هناك 2.2 مليار من المساعدات الإنسانية لسوريا، كان هذا كافيا؟ لم يكن بالكاد كافيا. الكثير الكثير يحتاج، والموضوع لا ينطوي فقط على المال بل الأفكار أيضا. وهذا هو الجزء الأخير ما أردت قوله، لأنه ليس فقط التقنية كنظام الباركودينج وتعقب البضائع والمنتجات، فأمر ليس فقط نظام وبرامج توزيع المال. الأمر ينطوي على التغيير الذهنية وطريقة التفكير فيما يتصف العمل الإنساني على مر 50 أو 60 أو 70 سنة المنصرمة. فإنها الذهنية لتقديم المساعدات الذين يطير في السماء لمساعدة الآخرين ويقوم بإرسال شحنات المساعدات. نحن المزودون والآخرون هم من يستقبلها. نحن نسميهم بالمستفيدين، كأن هؤلاء الأشخاص أرادوا أن يطلق عليهم مستفيدين. هم ليسوا متلقين للمساعدة، هؤلاء الأشخاص لديهم كرامة وعاشوا بكرامة، ويجب أن يعطوا الأمل كي يمارسوا حقوقهم. هذه المساعدة التي نعطيها ليست هدية وليست عطاء ولا خيرا يعطى لأولئك الأشخاص، بل هي قائمة على حقيقة أن كل إنسان على هذه الأرض له الحق بأن يعيش في أمن وكرامة. فالأطفال لديهم الحق بالذهاب إلى المدرسة، والنساء لديهن الحق في أن يتم حمايتهن وأن يحمينا من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي. هذه حقوقهن، وعلينا أن نساعد الناس بممارسة حقوقهم. علينا أن نرى أولئك الأشخاص كعملاء ووسطاء التغيير، ليس نحن فقط أن نأتي لمساعدة أولئك المستفيدين. أود فعلا أن أستبعد وأحضر كلمة مستفيد من القاموس الإنساني، لأن هذا هو التفكير القديم. والتفكير الجديد الذي نحن بحاجة إليه هو التفكير في تمكين المجتمعات وتمكين الأشخاص في كل بقاع الأرض بما فيه قطاعات الحرب كي يعرفوا حقوقهم. أحد أكبر المشاكل التي نراها في إدلب اليوم هي القصف، قصف المشافي والمدارس والأسواق والمخابز والمستودعات ومنشآت العمال القطاع الشأن الإنساني. وهل نقوم بما يلزم لنخبر العالم عن ذلك؟ بصراحة يجب أن لا يتطلب أشخاصا مني والأمم المتحدة أن يقولوا ذلك للعالم. يجب أن نقدم
ونقدم لذلك الأشخاص المزيد المزيد من الفرص لاستخدام أصواتهم. تمت الكثير من الثورات والناس رفع أصواتها من خلال التواصل الاجتماعي، ولكن علينا أن نساعدهم بأن نذكره بشكل مستمر العالم بأن أولئك الأشخاص لديهم حقوق، ونحن علينا أن نساعد أولئك الأشخاص كي يمارسوا تلك الحقوق. إذن مرة أخرى أود أن أشكر وطن على تنظيم هذا المؤتمر، وأشجع الجميع أن يحضروا باقي المؤتمر على مر اليومين القادمين، أن نفكر كيف يسعنا أن نبدع أكثر في العالم الإنساني والقطاع الإنساني، وأن نضع الناس في محور هذا التفكير، ولا نفكر فقط في منظماتنا والغايات الصغيرة والابتكارات الصغيرة الموجودة في منظماتنا. علينا أن نفكر في المشاكل الفعلية في الخارج، وأن كنا قادرين على الاستيفاء ومعالجة تلك المشكلات. في الوقت الحالي ننفق ملايين من الدولارات، وفيما يتصل في إرسال الماء إلى الناس في الشمال الغربي من سوريا، لماذا لا نزال نرسل المياه في خزانات وشاحنات وننفق مليارات الدولارات على هذا النوع من المساعدة، بينما نستطيع أن نقدم أكثر لإعادة تأهيل النظام الصحي وهو ذو كلفة أقل على المدى الطويل من سوق المياه في عربات، وأيضا لأولئك الأشخاص في الخيم. لماذا نستخدم الخيم القديمة الطراز؟ ثمة هناك مآوى حديثة هنالك. أعرف بأن أوليفيا دولاهو التي جاءت هنا من المخبر الإنساني في جنيفا وسوف تتحدث أيضا عن بعض الابتكارات في هذا القطاع كالمآوى التي تم تطويرها من خلال آيكيا ويون إتش سي آر وتلك. نتحدث عن جدران فعلية وليس فقط الخيم، وفيها باب يسعك أن تقفله لحماية النساء الذين في الغالب يتعرضن لاعتداء جنسي واستغلال جنسي. هذه مشكلة عويصة في كل مجتمع في العالم، ونحن نعرف أنها أسوأ في مناطق الحرب وفي المخيمات وفي الخيم، في تلك المنطقة حيث النازحين الناس يعيشون هنالك في الخيم بدون وجود خصوصية كافية، وهذه مشكلة عويصة يجب أن نكون صادقين حيالها. فعالميا تمت الكثير من حركة ميتو. أنا أيضا النساء الذين عبرنا عن أصواتنا بأن لن يتم استغلالنا مرة أخرى، والعمل في الشأن الإنساني والمشاكل فيه أكبر بكثير مما هو حال عليه في باقي القطاعات في مناطق النزاعات والحروب، من العلاقات الطبيعية تتكسر وتتفسخ ولا يعود هنالك قانونا فعليا، بتصبح مشكلة أكبر. علينا أن نعالج تلك المشكلات بدل أن نقدم تلك الخيم التي تزيد من الطين بلة. نستطيع أن نقدم تلك المآوي التي تسمح لأولئك النساء والأطفال أن يعيشوا بأمان أكثر وبكرامة أكثر. ثمت الكثير الذي نستطيع القيام به وعلينا القيام به، وكما قلت في مطلع كلامي أن نستخدم هذه الفرصة ونستغل الفرصة لكوننا في غازيانتاب وفي تركيا، حيث قد لديهم شهية كبيرة للإبداع، وهذا الذي سنقوم به في المستقبل. شكرا لكم. التي استطاعت وبكل مثابرة أن تكون في أحد
يسعدنا أن نكون أيضا مع كلمة للسيد يوسف أردن غالبي نائب رئيسة بلدية رابع عتاب السيدة فاطمة شاهين ممثلا عنها اليوم. فليتفضل مع جميل الشكر. For humanity, the response for humanity in the 7th Watan conference. Those who organized this conference and provided help to this conference, اليوم في غازي عتاب في العالم مع دمشق وحلب هي من أكثر المدن خطورة. طبعا عمر المدن هي أكبر من الحضارات الموجودة فيها. نحن الصعوبات التي عشناها حتى الآن في هذه الأراضي منذ مئات آلاف السنين طبعا كانت موجودة. طبعا أثناء تحقيق ذلك الكفاح بكرامة طبعا نحمل بأننا حملنا ذلك بكرامة ونحمل هذا الغرور. نحن في غازي عتاب منذ العصور الحجرية من الحضارة البيزنطية والرومانية والسلجوقية والعثمانية هناك حضارات متراكمة. هذه الحضارات طبعا نحن أيضا فتحنا أحضاننا للناس المظلومين. نحن أيضا ليس فقط في الكلام إنما في حيز التطبيق أيضا. طبعا نحن من أجل الإنسانية يجب أن نحقق ذلك إلى واقع. نحن كيف نحقق الاستجابة أو الابتكار؟ كيف نحقق الابتكار عندما يتحول التصميم إلى فعل؟ نحن كمدينة غازي عتاب كبلدية غازي عتاب عندما بدأت الأحداث في سوريا منذ البداية في موضوع تعليم الأطفال بدأنا. نحن الآن 75 ألف طالب سوري يتابعون تعليمهم في عتاب. الزواج المبكر هناك مشاكل فيما يتعلق أيضا. لدينا عمل مشترك مع منظمات المجتمع المدني نحاول إيجاد حلول لهذه المشكلة. طبعا عند تحقيق ذلك طبعا ظهرت لدينا مشاكل أمامنا. نحن كتركيا السيد رئيس الجمهورية أيضا حتى يتم الحركة باسم بلدنا بشكل النظام الذي تم وضع في بلديتنا أيضا وضعنا هذا النظام قيد التطبيق. طبعا كأول النمو والتطوير الاقتصادي تم تشكيل رئاسة بهذا في دائرة في بلدية عتاب. عندما نحن أنشأنا هذه الدائرة رئيس الدائرة موجود هنا بيننا وسيتحدث أيضا. طبعا حاولنا أن ننفذ بعض الأشياء الجديدة. هناك فعاليات وأنشطة كثيرة نفذناها خلال 5 سنوات كانت حول الابتكار. الآن طبعا الابتكار الاجتماعي ضمن الابتكار الاجتماعي هناك التعليم وورشات العمل. نحن في بلدية غازي عتاب الكبرى ضمن الابتكار ضمن المؤسسة وخارج المؤسسة نحن منفتحين لكل الأفكار وتوفير الإمكانيات لكل الأفكار الجديدة. أنا لدي فكرة من أجل عتاب هذه أحد المشاريع أيضا من أجل طلاب الجامعة أيضا رئيس الجامعة موجود بيننا. أيضا هناك مشاريع مشتركة مع الجامعة كانت
بذلنا جهودا لتنفيذ مشاريع مشتركة مع الجامعة من أجل الابتكار. أيضا عند تحقيق ذلك هناك أيضا لدينا كان عدة مشاريع تجاوز المصاعب والصعوبات. أيضا لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في ضمن هذه المشاريع. نحن أيضا مع الوقف نحن منفتحين لكل مساعدة لكل ابتكار، منفتحين لأي عمل مشترك. أريد أن أذكر ذلك هنا السادة أيضا المشاركين أيضا آراءهم، انتظر آراءهم حول هذا الموضوع الابتكار الاجتماعي. نحن منفتحين لهذه الأفكار. وأيضا أنا أؤيد أن لكل شخص حق له في التكلم. أشكركم جميعا. Tabii ilmi insanlıkla ve hayatla bağlayan olarak Profesör Doktor Ali Gür'ü bu konuda sunumu için davet ediyorum. Es-sada al-hadirun, es-seydat ve's-sada, الابتكار من أجل الإنسانية. أرحب بكم جميعا في هذا المؤتمر، وبواسطة هذا أيضا أشكر منظومة وطن وأشكرهم لتنظيم هكذا لقاء. عالمنا ليست ملكا لأحد، أيضا ليس لا يحق لأحد أن يعمر ويخرب كما يشاء. هذا مال مشترك لجميع الإنسانية. العالم من ناحية 8-9 مليار هي أيضا كبير لاستضافة هذا العدد من الناس، ومن ناحية أخرى من هناك من لا وجدان له، هناك هي صغير لبعض قليلي الضمير والوجدان. نحن مهم جدا أين نقف من هذا العالم. هل تستطيعون أن تفكروا في عام 2011 إذا كنت أي طفل يمكن يشاهد انتشار جسد أبيه وأمه من تحت الأنقاض؟ أي أب وأم يمكن أن يشاهد طفله يموت جوعا ويتضور جوعا؟ نعم. أو أي مجتمع حسب رموز الحضارات أيضا يمكن أن يبقى متفرجا على ذهاب على اندثار حضاراته أو على تدمير حضاراته؟ أقول لكن نحن استيقظنا على هذه الحقيقة، وهذا العالم شاهد كل ذلك. في هذه الحالة هناك بدأت موجات الهجرة من سوريا، العالم بقي صامتا، لكن هناك كان رسالة مهمة جدا للعالم مع سياسة واضحة. أينما كنتم، ماذا كان عرقكم ودينكم ولسانكم، كلكم نحن سندخلكم في الداخل وسنحتضنكم ونريد أن تعيشوا حياة أمنة. كانت تركيا هكذا. من ناحية أخرى كان متوقع أن يستمر هذا الحرب لفترة قصيرة، لكن نحن البنى الاستعمارية باعتبارنا حساباتها لم تضبط، فلذلك طالت هذه الحرب والوضع يسوء كلما مرت الأيام. من يريد أن يستيقظ على هكذا عالم؟ لكن لا ننسى بأن العالم في ناحية هناك الظلم، لكن هذا الظلم يمكن أن ينتشر كل العالم. ربما يكون الجواب متى تقوم الإقامة، متى تقوم القيامة.
الإنسان هو الذي يقيم القيامة. طبعا في عالم لا عدل فيه تكون القيامة قامت. أيضا في هذا الظرف تركيا نحن فتحنا أحضاننا لضيوفنا وغازي عنتاب كانت الحجر الأساس في هذا الموضوع. أكثر من 500,000 سوري ضيف موجودين في عنتاب لم يكفي هذا. طبعا نحن كما تم البحث نحن ما مع كرامة الإنسان حتى نحسن شروط الحياة أيضا حق التعليم. فلذلك من التعليم الابتدائي حتى الثانوي وحتى طبعا التعليم المختلط تم فتح الأبواب لجميع الأطفال. طبعا أيضا هؤلاء الأطفال يجب أن كانوا يذهبوا إلى الجامعات. طبعا تركيا لم تستفق من أثر الصدمة الجامعة عندما كانت أبوابها مغلقة لاتجاه الشباب السوري. نحن في جامعة كجامعة غازي عنتاب فتحنا أبوابنا منذ عام 2012 ووضعنا يدنا تحت الحجر كما يقال في المثل التركي وفتحنا أبوابنا للطلاب السوري. ونحن الآن في حوالي 20,000 طالب جامعي سوري يتلقون التعليم في الجامعات. 2,350 طالب فقط موجودين في غازي عنتاب منهم. إلى جانب ذلك أكثر من 4,000 طالب من 107 دولة في العالم يتلقون التعليم في الجامعة. هذا أيضا كان لا يكفي. طبعا يجب أن خارج الحدود أو بعد الحدود في المناطق الأمنة الذين يستطيعون القدوم إلى تركيا يجب أن يتلقوا أيضا كان التعليم. أيضا جامعة غازي عنتاب في هذا المجال كان فعالا ومع توجيهات السيد رئيس الجمهورية بعد لقائه تم فتح معاهد المتوسطة في مدينة جرابلس. نعم هناك كان يقال هناك حرب. من سيذهب من هيئة تعليمية؟ لم نفكر بذلك. حق التعليم مقدس إن كان داخل تركيا وكان خارج تركيا. هذا الحق يجب أن نحاول إيصال من هذا الحق. نحن أيضا لدينا دين كان تجاه ذلك. هناك بعد فتح المعاهد المهنية لم يكفي هذا. الآن يجب فتح كليات أيضا. نبذل جهودا كبيرة لفتح كليات هناك. عندما كنا نفعل ذلك كما قال الأمم المتحدة أو باقي المنظمات المجتمع المدني هناك كان متحدثين هنا. طبعا إذا كان هذا مسؤولية العالم جميع يجب أن يساعد تركيا أيضا. ماذا يشبه هذا تدرون سيدة السادة المشاركين؟ فكروا هناك بيتا. هناك ضيف يأتي في وضع صعب. الكل يضع الضيف في بيت. طبعا يقال اعتني بهذا. أنتم تقولون طبعا هذا ضيف الرحمن. أنا طبعا سأهتم بها. طبعا كلما أردتم تضعون سلة مساعدات لكن تقولون لماذا لم تفعلوا ذلك؟ لماذا تحاولون تطبيق الأحكام عليه؟ أنا أريد أن أسألكم صاحب البيت إذا كان يقول أنا أعتني بهذا وأنا أبذل كل جهود للعناية به. أنتم تنتظرون الأحكام من الخارج لا تملكون هذا الحق. إذا تماديتم أكثر نعطيكم هذا الضيف وأنتم اعتنوا به. طبعا تركيا لن تقول ذلك لكن العالم إلى أين يذهب يجب أن يعرفوا إلى أين ستؤول الأمور. إذا كانت هناك مشكلة لم تحل في مكانها هذه المشكلة ستكون العالم عاجز عن حل هذه المشكلة. عندما ننظر بهذه المنطقية العالم المساعدات التي تقدم رجاء كونوا عادلين في توزيع هذه المساعدات. من طرف آخر ومن جانب آخر وقف أو منظومة وطن السيد معاذ السباعي أخونا طبعا قام بحديث مهم جدا ولفت الانتباه إلى الابتكار. العالم يتطور بسرعة لكن هذا التطور وهذا التغيير يهمل شيئا واحدا. نحن إذا كان المستقبل الجيل القادم إذا كان لم نشربهم الأخلاق المهنية والأخلاق فلذلك ستتحول هذه الابتكارات إلى أسلحة وستدمر المجتمعات. نحن عشنا هذه التجربة. أينشتاين عندما بعد إلقاء القنبلة الذرية لو كنت أعرف بأنه هذا ما سيصبح لم أكن أخترع الذرة.
فلذلك الابتكار مهم جدا، لكن عندما نقوم بهذا الابتكار يجب أن تكون تمشى مع روح الإنسانية، يجب أن نبتكر روح الإنسانية في النفوس. طبعا عندما يجب الأخلاق والفضائل أن تعيش في نفوس الناس حتى تكون الابتكار صالحة، وحتى يكون العالم سالما مطمئنا. نعم، في كل العالم، في طبعا في حديثي في مختلف أنحاء العالم أقول بأن تركيا أعطت درسا للإنسانية للعالم كله طبعا، ومن فعل ومن كان حجر الأساس في ذلك كانت مدينة غازي عنتاب. السلام طبعا، هناك جوائز السلام، نوبل السلام، إذا كانت لم تعطى لتركيا أي بلد يستحق ذلك؟ يجب أن نقعد ونفكر بذلك. طبعا في هذا البيان نحن كجامعة غازي عنتاب نحن نبذل كل الجهود لتوفير التعليم، حتى ذلك ليس فقط التعليم الجامعي، أيضا الدراسات العليا والدكتوراه. نحن فلسفتنا هذه عند أي فرد يترك دون التعليم سيكون بلاء على رأس العالم، فلذلك نحن بتأهيل الأشخاص بتعليمهم فإننا نشارك في سلام العالم. ومن جانب آخر السلام والاندماج والتوائم الاجتماعي الذين سيبقون في السوريين الذين سيبقون في تركيا سيكونون كأشخاص مؤهلين للمستقبل إن شاء الله. في عندما تحل المسألة السورية، نحن ليست مسألة سورية، مشكلة قضية سورية، إننا نرى قضية مسألة إنسانية، هي مشكلة العالم، هي مشكلة ضمير العالمي، ليست أزمة سورية. إذا كان هذه الوحشية لم تكن سوريا بهذا الشكل. فلذلك نحن بشكل خاص بموضوع قضية السورية يجب أن تحل بأقصر سرعة ممكنة، فلذلك يجب أن يعودوا إلى أوطانهم التي فيها ذكرياتهم. فلذلك تشكيل المناطق الآمنة مهم جدا، فنقدم الدعم من ناحية التعليم أيضا نحن. فلذلك في 2019 في الشهر تشرين 14 تشرين الأول ستكون القضية السورية سيتم تناوله، سيكون هناك مؤتمر عالمي في جامعة غازي عنتاب حول هذا الموضوع. فقط في أمريكا هناك 60 رجل علم، وفي مختلف أنحاء دول العالم حوالي 300 شخص أكاديمي فنانين سيكونون هنا في هذه المسألة. أطلب منكم المشاركة في هذا المؤتمر حتى نثبت بأن الإنسانية لم تموت من أجل عالم جديد. فلذلك أحييكم جميعا. طرائق إبداعية للاجئين السوريين في تركيا. نكون مع كلمة سيد فاتح بوكجان ممثلا عن الهلال الأحمر التركي، فليتفضل مشكورا. إلهام فاتح بوكجان بي دعوت ediyoruz. السادة الرؤساء ورؤساء الإدارات المحلية، وعندما أنظر إلى الصالة الآن أن هناك أناس يحتضنون. بداية أشكر من أتاح لنا هذه الفرصة ومنظومة وطن، نشكرهم جميعا. من عندما تكون هناك حركة نزوح في سوريا كان دائما منظومة وطن إلى جانبنا. في عام 2019 في الشهر الأول في مراكز المجتمعية في 16 ولاية أيضا مع منظومة وطن كانت لدينا عمل مشترك، وسنستمر في هذا العمل المشترك. السيد معاذ السبعي روى حكاية في البداية، أيضا هناك أريد أن أروي حكاية مهمة جدا من البلد، هي كرت بطاقة الهلال الأحمر. في عام 2012 عندما تم إنشاء المخيمات أول مرة كان هناك لدينا مشكلة
الطعام الساخن الطازج كان يوزع، وكان هناك كثيرا، وكان هناك فكرة تولدت من هذه من هذا الأمر، كيف يمكن أن نفعل ذلك داخل المخيمات؟ يجب أن ننشئ نظام المحلات الماركت عندما يقوم يتسوقون بمواد محتياجاتهم ونمنع الإسراف، وأيضا طبعا حسب عاداتهم وتقاليدهم وتراثهم الاجتماعي يقومون بتحضير طعامهم. الآن أكثر من 2 مليون شخص سوري، ضيف سوري، يستفيدون من هذا البرنامج، برنامج بطاقة. أيضا ضمن المخيمات حوالي 100,000 شخص يستفيدون من هذا البرنامج. طبعا منظمة الغذاء العالمي، أيضا وزارة العائلة والشؤون الاجتماعية، أشكرهم جميعا للعمل المشترك معنا في هذا البرنامج. طبعا هذا مشروع كبير جدا، فلذلك من ناحية الاجتماعية تسهيل الحياة الاجتماعية لضيوفنا السوريين. من ناحية الابتكارات، السيد رئيس الجامعة والسيد رئيس البلدية في مدينة غازي عنتاب السوريين الذين أنتم من ناحية الاندماج الاجتماعي يحتاجون إلى تأهيل، فلذلك أيضا هلال الأحمر تحركت خلال 16 محافظة، تم إنشاء مراكز مجتمعية. ماذا تقدم؟ تقدم الدورات المهنية، اكتساب المهن. أيضا هي نشكر هنا مكتب العمل ومكتب هناك يقدمون الدعم لتقديم دورات مهنية، دورات اللغة الإنجليزية، دورات اللغة التركية من أجل الشباب. أيضا رمي الرمح، أيضا كرة الطائرة وكرة السلة، أيضا كذلك فنون الطبخ. نقدم كل هذه الخدمات في هذه المراكز المجتمعية. طبعا عندما باعتبار أن زمننا قصير، فلذلك سأتحدث حول موضوعين فقط. أيضا موضوع آخر سوريا ما نتحدث عنه هو موضوع سوريا. في 2011 عندما بدأت الأزمة السورية، عندما تم الانتقال عبر الحدود، فأن المساعدات تمر عبر الحدود، لم يكن هناك أي نظام، لم يكن تجميع هذه المساعدات في مكان واحد. نتيجة التفويض المقدم لنا من قبل الدولة، كل المساعدات التي ستقدم إلى سوريا خارج الحدود، فلذلك نحن كنا الجهة التي تيسر ذلك وتنظم ذلك. عند من يريد إرسال مساعدة إلى جانب السوري يتم تقدم بطلب. طبعا هذا الطلب يتضمن في النقاط الحدودية، تكون هناك قوافل للمساعدات الإنسانية، فلذلك يجب إيصال هذه المساعدات بأقصى سرعة ممكنة. فلذلك قوافل المساعدات الإنسانية تم تسهيل حركتها، تم تسجيل ذلك هذه المساعدات. نحن أيضا خلال 3 سنوات أوتشا سيد مارك نشكره لتقديم الدعم منذ 3 سنوات لنا. أيضا من طرف السوري، أيضا هنا في الرسومات موجودة، لدينا 6 مخازن محبة لنقول. نحن عندما نوزع الألبسة للناس عندما يذهب إلى المخيمات، هناك يكون مقاسات مختلفة، مقاسات غير مناسبة، فلذلك حلينا هذه المشكلة بأن شأنا مخازن محبة ضمن هذه المستلزمات الموجودة. طبعا هنا جديدة كلها، نزور الناس في المخيمات، بدل المال نعطيهم نقاط أو نعطيهم كارت، فلذلك يمكنهم طبعا لها علامات طبعا من جرابلس، عفرين، الباب، عزاز، إدلب، 2 هناك مخازن موجودة. طبعا يتم انتقال ألبسة المناسبة لأفراد العائلة من ناحية اللون والمقاسات. طبعا هذا كان له أثر نفسي كبير جدا في إبعادهم عن شبح أو عن أثار الحرب، فلذلك لا أريد أن أقسم وقتكم كثير، أعطيكم بعض المعلومات القصيرة. في إدلب خاصة بعد خلال الفترة القاهرة، طبعا ننقهر جميعا، 86 شخص في كفرنبول و 46 شخص فقدوا حياتهم في يوم واحد. نحن هؤلاء أخوتنا جميعا، نحن الآن شهريا 490,000 شخص نقوم بتأمين الماء لهم، 590,000 ربطة خبز يتم توزيعها شهريا. أيضا كما تشاهدون في الرسومات، في منطقة إدلب فقط 15 مركز أيتام، دار أيتام. أيضا
7900 يتيم موجود ضمن هذه المراكز، هؤلاء أيتامنا. نحن نقوم بتلبية كافة الاحتياجات من اللباس، من الأكل والشرب والتعليم والصحة. فلذلك نعم، يدا بيد من أجل سوريا، نشكرهم من أجل تقديمهم الدعم للمخيمات الموجودة داخل الأراضي السورية. هؤلاء أخوتنا جميعا، نحن موجودين من أجلهم، ونحن سنبذل كل الجهود من أجل تلبية احتياجاتهم، نحن من أجل بيان أفكارنا. من نشكر منظومة وطن التي أتاحت الفرصة لنا لبيان أفكارنا. في خلال المرحلة المقبلة سيستمر التعاون فيما بيننا. أشكركم على استماعكم جميعا. Yüksek sesle düşünmek demek ki düşünce. جلسة للحوار أدعوكم إليها الآن لنتعرف كيف يمكن تحقيق الإبداع محور مؤتمرنا لهذا العام وتحديد ما هي الفرص والتحديات. جلسة حوار حول الإبداع في مجال العمل الإنساني وتحديد ما هي الفرص والتحديات ييسرها السيد أوليفير ديلالو، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لمخبر الأعمال الإنسانية العالمي، وتضم السيد مارك كاتس، الدكتور نجيب فاضل يلماز، السيدة مريم أرسلان مسؤولة مكتب الأبحاث والتطوير والإبداع في ولاية غازي عنتاب، وأيضا السيد عقيل بكور رئيس هيئة طلاب سوريا. أرجو أن يتفضلوا. سادي الحضور، رح ناخذ بريك 10 دقائق ونرجع لنتابع البانال من جديد. جلسة الحوار، تفضلوا.
حوالي 10 دقايق ونرجع نكون هون. خلونا نتجمع جميعا على الساعة 12 وربع تقريبا نكون بالقاعة لنبدأ جلسة الحوار. Yes, we will come back in 10 minutes time. So 12:15 we should be back in the hall. Thank you.
يسعد أوقاتكم من جديد. يريت نتجمع خلال دقيقتين رح نبدأ جلسة الحوار. بذكر جلسة الحوار رح بتكون حول الإبداع في مجال العمل الإنساني، الفرص والتحديات. رح تضم السيد أوليفير ديليرلو الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لمخبر الأعمال الإنسانية العالمي، رح يكون ميسر الجلسة. أيضا حضم السيد مارك كاتس والدكتور نجيب فاضل يلماز، أيضا السيدة مريم أرسلان مسؤولة مكتب الأبحاث والتطوير والإبداع في ولاية غازي عنتاب. أيضا حيضم الجلسة السيد عقيل بكور رئيس هيئة طلاب سوريا. أرجو من كل السادة الحضور أنهم يكونوا موجودين، رح نبدأ الجلسة خلال دقائق. Assalamu alaikum. Good morning, everyone. It is my pleasure to facilitate this panel. My name is Olivier Delarue, and I'm very honored to be here today because of my former CEO, positioning CEO of the Liberator Lab. I will be speaking on this. Thank you.
Gaziantep. The generosity of the city of Gaziantep is absolutely remarkable. Now, we heard also في غازيانتاب للسوريين وأيضا تحدث عن الاستجابة فيما يتصل في الموارد. كما ذكر السيد مارت سابقا تم تكلفا في تلك الموارد مما هو متوقع، لذلك علينا القيام بالمزيد مما قمنا به سابقا، وعلينا القيام في المزيد فيما يتم تقديمه، وأيضا فيما يخص في التحديات، وأيضا هذا فرصة ومجال لنا للزيادة والعمل أفضل والوصول إلى أشخاص أكثر. الأمين العام للمتحدة قد قال مؤخرا في أن الأعمال لم يعد لديها استدامة أكثر كما هو الحال الشائع عن القيام بشكل أفضل، ولهذا السبب فإن انعقاد مؤتمر الوطن السابع، وهذا هو لب الأفكار، كيف نخلق نظاما بيئيا حيث يمكن ازدهار الإبداع فيه، وما الذي نعنيه في الإبداع والابتكار؟ دعوني أوضح ذلك. الابتكار ليس مجرد كلمات أو تقنية، نحن نتحدث عن ذهنية وطريقة في التفكير كي تمكن من التغيير وعملية التغيير. والتعريف الأبسط للابتكار هو التغيير في إضافة القيمة. أنت تقوم بالإبداع لإضافة قيمة ما في التغيير لخدمات ما لنماذج العمل والشركات، وليس فقط عملية فكرية محضة، بل هو أكثر عن تغيير شيء للأفضل. ليش الصوت واطي؟ وفي القطاع أيضا الخاص ينطوي على تطوير الأعمال، لم يتم قد دمجه بشكل كامل مع القطاع الإنساني وعن القيام بشكل أفضل. وهذه اللجنة اليوم ستساعدنا لتحديد التحديات وأيضا الفرص. الآن كما ذكر السيد مارك سابقا، نحن نتحدث عن التقنية وكيف يصبح هذه الأفكار أن تتطور بشكل سريع، وهذه فرصة لهذا القطاع. ثمة مخاطر مع ذلك، وأيضا ثمة الكثير من الفرص، ولعلنا في هذه الظهيرة نستكشف بعضا من هذه الفرص. فنحن بشكل جمعي نعمل على زيادة الإبداع بأن نأتي بحلول جديدة كما قلت سالفا، وأيضا نسمع غالبا أن الإبداع في القطاع الإنساني معقد جدا ولن يحصل، ولدينا الكثير 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 من المشاكل، ولكن ما سمعته اليوم أن هنالك شهية قوية في غازيانتاب لزيادة قوة الإبداع، وثمة بعض الأمثلة الناجحة للنظام البيئي التي وضعت كمبادرات ومنتجات تم تطويرها من خلال الإبداع، وإحداها هو WHO ما سمته بالمسرع وزيادة القدرات لدعم التفكير الإبداعي فيما يتصل بمعالجة الجوع في العالم، وهذا أمر يعمل على قدم وساق، ونسعى لتطوير تلك المشاريع من خلال ما يسمى في المسرع. ولدينا أيضا كما ذكر السيد مارك سابقا هذا المشروع مع المفوضية السامية HCR، وكيف نستطيع أن نخلق بديلا للحلول الموجودة على مر الاستجابة للطوارئ لتلك المبادئ على مر 50 سنة الماضية. نحن نتحدث عن القطاعات الرئيسة، والسؤال هو كيف نقوم بتزويد
مآون فيها كرامة وفيها أمانا أكثر وخاصة للنساء، وهذا هو لب هذا المشروع، ليس فقط تقديم البديل بل كان مشروعا صعبا من خلال الإبداع والشراكة مع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الخاص. تمكننا من خلق شيء متاح الآن كما قال السيد مارك، ويستخدم الآن في العالم وفي مناطق عدة. كيف نستفيد من هذا بشكل أكبر في السياق في سياق الأزمة السورية؟ أود أن أنهي كلامي بالحديث عن البيئة الضرورية والذهنية الضرورية اللازمة والمطلوبة للإبداع كي يحصل. نحن أيضا بحاجة أن نفهم ونعي عوامل الخطورة، وكما قال أيضا نتعلم من فشلنا، أن نتعلم بشكل سريع بدون هذا الفهم والتقبل طبيعة الإبداع. هذه ما من إبداع هنالك، وسنعود إلى العصر الحجري. إذن هناك عوامل من المخاطر والتحدي، وسبب ذلك أن هذا ما يتطلبه الإبداع. ودعوني أنهي بالاستخدام. كما سمعنا أن هناك 2.1 مليون شخص من الأطفال لا يتلقوا تعليما، وثمة 100,000 من الشباب هنا في عنتاب. الشباب هو المورد الأساسي للعالم. معظم الصيغ الرياضية يتم اختراعها من أشخاص تحت عمر 13. علينا الاستفادة من طاقات الشباب، علينا أن نخرطهم منذ البدايات في التحدي ونعطيهم الأدوات المناسبة للعمل، وأيضا أن يكون لديهم الحق في الاستثمار في الاستدامة في المشاريع الأولية واستثمارها. هذا ما يسمى في النظام البيئي، وهذا هو محور نقاش هذه الجلسة اليوم. أنا مسرور جدا أن أقدم السادة في هذه الجلسة، وسنبدأ مع السيد مارك كيرتز، وهو كما سمعنا سابقا كان منخرطا بشكل كبير. That
where our ambition should be, because you know, I've been in many situations around the world where there really was not enough innovation. So, you know, when I was working in Sudan or South Sudan or Ethiopia or Afghanistan or other places, we often went around doing needs assessments. And you ask people, what do you need? What's the thing you want most? And what are you getting at the moment? And then we would ask the humanitarian organizations, you know, what do you think the biggest needs are? You talk to the humanitarian organizations, and they will tell you, what these people need most is food. We need to take them food. We need more sacks of wheat flour and rice and other items. We've got to take them food. And we want to take them, you know, shelter and healthcare and other things. Then you go and talk to the communities and you ask them, what do you need? And they say, we lost everything. We lost our houses, we lost our land, we lost our jobs. A lot of our family were killed, people were raped, we've lost everything. The only hope we have now is our children. What we want more than anything else is education. Our three top priorities are education, education, and education. And it was incredible. That's what they were asking for, but that's not what we were giving them. And frankly, in Syria, that's the same thing. We should be doing more to innovate. These children should be exposed. I'll give you just one more example. أعطي مثالا آخر ونأخذ وقت المال يقوم بثورة عظيمة في القيم في العمل الإنسانية، يعطي الناس خيارات أكثر وكرامة أكثر، ولكن كيف تحصل على المال في قطاعات الحرب؟ نحن نعرف كيفية قيام بذلك في الوقت الحالي، يقاوم من خلال نظام الحوالة، وفيما يتصل في الحكومة التركية استخدام نظام الحوالة هذا غير قانوني. إذن أين هو الإبداع هنالك؟ نحن بحاجة أن نتحدث مع أفضل المصرفيين في العالم وأن نطلب أن يأتوا أن يضعوا نظاما ماليا ما خدمات مالية. محمد يونس في بنغلاديش مثلا هو اخترع نظام الكريدت وقيام بشيء لامع فيما يتصل في حل مسؤول، نظام مسؤول حيث لا تخسر المال كل مرة تقوم في هذه التحويلات المالية، والآن كثير من المال يتم فقدانه على الطريق، يعطي المانح المالي منظمة أخرى والتي تعطي المال إلى منظمة سورية عن طريق نظام الحوالة، ويتم تحويل المال عن طريق العملة إلى العملة الأخرى، وما فيه لا مساءلة ولا شفافية، بس عن القيام بأفضل. شكرا صديقي مارك، والكثير من الحديث عن قسم التالي هو عن الشباب والتعليم. ما هي أفضل الطرق لاختراق الإبداع في البيئة؟ كيف نشجع الشباب أن يفعلوا الابتكار في مجتمعاتهم وتحديدا هنا في غازيانتاب؟ شكرا. First of all أبدعتم باختيار شعار هذا المؤتمر. بالحديث عن أفضل الطرق لخلق بيئة حاضنة للإبداع وتحفيز الشباب لتأدية دور أساسي لعملية الإبداع في المجتمع، طبعا هنا لن نتحدث عن صعيد واحد بل سنتحدث على عدة أصعدة، لأنه لا بد أن تتكاتف الجهود حتى تخلق هذه البيئة. نبدأ بالطرق على الصعيد الشخصي. دائما نقول أن الحاجة هي أم الاختراع، ورأينا ذلك في القصة التي ذكرها السيد معاذ السباعي عن الطبيب الذي اخترع حضانة الأطفال الخدج. لذلك إذا كان الإنسان لم يشعر بالحاجة تبقى الطاقات الإبداعية مكبوتة. لذلك عندما يكون هناك مسؤوليات ملقاة على عاتق الشباب فإن أفكارهم وطاقاتهم الإبداعية ستتفجر وتخرج لترى النور. لذلك يجب على أصحاب القرار تحميل الشباب مسؤولياتهم وأن يعتمدوا عليهم بشكل جدي على المقترحات والأفكار التي يقدمونها.
أما بالنسبة على الصعيد الحكومي فهنا يجب على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها في توفير الأمكنة المناسبة والأدوات لتنفيذ الأفكار الإبداعية التي يصنعها الطلاب والشباب، إضافة إلى تسهيل إجراءات القانونية المتعلقة بتسهيل حركة المبدعين وإتاحة المجال لكل طالب أو شاب أن يعمل في التخصص الذي يبدع فيه. أيضاً نرى أن جميع المبدعين المتخصصين أن جمع المبدعين المتخصصين في مكان واحد يساعد على خلق المزيد من الأعمال الإبداعية. أخيراً أتكلم على صعيد المجتمع، نجد أن تشجيع المعلمين والدكاترة الجامعيين على خلق روح التنافس بين الطلاب واكتشاف مواهبهم وتنميتها هو أحد الطرق المهمة جداً لخلق بيئة حاضنة للإبداع، إضافة إلى نشر ثقافة حرية اختيار الطالب لتخصصه دون تأثيرات من قبل المجتمع والأهل، وهذا صراحة أحد المشاكل الرئيسية التي تواجه الإبداع لدى الطلاب والشباب. وفي هذا الأمر عملنا كهيئة طلاب سوريا على نشر هذه الثقافة من خلال حلول إبداعية ابتكرها فريقنا بتدريب الطلاب على الاعتماد على أنفسهم لاختيار تخصصهم وفق آليات وأساليب علمية يكتشف الطلاب من خلالها قدراتهم ومهاراتهم على إثرها يقومون بتحديد تخصصهم. هذه هي الطرق التي نراها فعالة لخلق بيئة حقيقية لحاضنة للإبداع. شكرا. Akil, thank you very much. This is so inspiring to see your energy, and that's why I was related to before. Youth as part of the answer, so we are looking forward to having. Where innovation can really flourish. Başlamak istiyorum. 9 yıldır ben inovasyon yapıyorum aslında. Sosyal inovasyon ise
Thank you.